السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة المشاهدين ومتابعين هذه الرياضة وهذه الانطلاقات وهذا الكرنفال الكبير وهذا المهرجان السنوي الذي يدشن هنا على أرضية ميدان التحدي في الشحانية. نتابع هذه الاندفاعات والتواصل هنا مع هذه الانطلاقة والشعارات والتميز مع الشعارات القوية المعروفة في مجال سباقات الهجنة العربية الأصيلة. هناك اندفاعات هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط وهذه الاندفاعة في الشوط أيضا الثالث عشر للجداع بكار من هذه المسافة. نتابع هذه الانطلاقات والمراكز الأولى المتقدمة. نتابع هناك اللي على المركز الأول. نتابع حربة لحسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي اللي على المركز الأول بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني هناك مراحب خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك جبارة لحمد بن ضعيف بن غدير الاكتبلي على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع من تصنع في هذه اللحظات هناك ضبية لسعيد بالعثة بن خزع العامري على المركز الرابع. المركز الخامس والمركز الخامس مع فتنة مع حمد بن علي بن محمد النعيمي على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى وهذا الوصف التفصيلي لما يدور في هذا الشوط. نتابع هذه الانطلاقة والمقدمة ولكن نعود إلى صدارة هذا الشوط والانطلاقة اللي مع أول العين على الصدارة. سعيد بن عامر بن حمد النيادي على مقدمة هذا الشوط. يا سلامي على العين يا سلامي على العين. هناك المركز الثاني الضبي حمد بن قزول بن حمرور العامري والمركز الثالث. هناك الوصول ضبي سعيد بن العثة بالخزع العامري والمركز الرابع اللي تسللت من الجانب اليمين. ارصدونا اللي تسللت. الله يا سلام. هناك الشاهينية فيصل بن حمد بن مبارك الشامسي اللي غيرت على المركز الثالث وغيرت على ثاني المراكز. يا سلام يا سلام مع هذا الأداء الجميل. ولكن العين على المركز الأول ولكن هناك التغيير من الشاهينية. الشاهينية غيرت الشاهينية. الله يا الشاهينية لمالكها فيصل بن حمد بن مبارك الشامسي. ولكن الله يا سلام يا بن قزول يا سلام يا رعى الظبي يا سلام يا رعى الظبي. ها هي الظبي تشاهدون الظبي مع أداه الجميل حمد بن قنزول بن حمرور العامري. يا سلام يا سلام يا سلام. الميتين متر الأخيرة وسلام وللمرة الثانية لهذا الشعار ولمدينة العين في دولة الإمارات. سلام 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 سلام. يحق لك أن تشتم غترتك. يا سلام ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل مع الظبي حمد بن قنزول بن حمرور العامري ويستاهل الناموس على هذا الفوز. ساعة توصل إلى خط النهاية المركز الثاني. من وصلتنا هناك الشاهينية فيصل بن حمد بن مبارك الشمس المركز الثالث. محمد بن أحمد بن مايد بن مطار الخيالي المركز الرابع. رمزة سالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي المركز الخامس. المركز الخامس فتنا لحمد بن علي بن محمد النعيمي هي من وصلتنا على خامس المراكز. شاهدتوا معنا مجريات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك الظبي اللي سطرت هذا الشوط بحروف من ذهب وذهبت بناموس هذا الشوط. الظبي لحمد بن قزول بن حمرور العامري قاطعة المسافة في 9 دقائق 22 ثانية 29 جزء من الثانية. تهانينا لمالكها بن قزول العامري. انتزع السيارة المركز الثاني. من وصلتنا هنا الشاهينية قاطعة المسافة في 9 دقائق 23 ثانية 61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكها فيصل بن حمد بن مبارك الشامسي المركز الثالث. من وصلتنا هنا قطعت المسافة في 9 دقائق 24